مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده السادسه مساء، اهلا وسهلا بحضراتكم. احتفلنا وفرحنا بس خلاص قفلنا الصفحه وباصين على اللي جاي. اعتقد ان الفتره اللي جايه في غايه الاهميه، كتير من الضغوط اتشالت من على اكتاف اللعيبه، سباق المراكز، حسابات النقط، كل ده يمكن اتقفلت صفحته بعد ما حسبنا الدوري وتوجهت انظار كتيبه المارد الاحمر لبطوله افريقيا. ولا ايه يا ساره؟ مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من برنامج السادسه، طبعا كل الانظار بتتجه لافريقيا، واكيد احنا متفاهمين جدا ان هي الهدف الاول والاخير دلوقتي لكل مشجع اهلاوي، من اكبر مشجع اهلاوي لاصغر واحد، كله دلوقتي عايز بطوله افريقيا، وده واصل جدا طبعا للعيبه وللجهاز الفني والمجلس الاداره والناس كلها، ده مفهوم جدا. بس الحقيقه اللي حابه اقوله انه على قد ما ده هدف وعلى قد ما ده حلم، بطولة أفريقيا للمرة التاسعة تتويج الأهلي بيها حاجة كبيرة قوي بالنسبة لجمهور الأهلي وبالنسبة للعيبة، إلا أنه مش عايزين يبقى فيه ضغط على اللعيبة الفترة اللي جاية. الضغط ده بيجي من كذا شكل، يعني الحقيقة امبارح يمكن لما كان أحمد الشيخ معايا، أحمد ورامي ربيع، يمكن كان بيتكلم على أنه حاسس انه الناس مش فرحانه قوي بالدوري، بالنسبه لهم الدوري عادي، يعني احنا عملنا مجهود وخدنا الدوري في ظروف صعبه، بس كنا عايزين الناس تفرح اكتر من كده. مفهوم جدا ان جمهور الاهلي اتعود على الدوري وان الفرحه بتاعته خلاص بقت يمكن كل سنه دي المره الخامسه على التوالي، ولكن فكره افريقيا مستوعبين ان هي الاهم، بس فكره الضغط على اللعيبه او على الجهاز الفني الفتره اللي جايه ممكن يجي بطريقه عكسيه. فكره الانتقادات الكتير اللي بنشوفها، ما بنقولش للناس ما تنتقدش، ما بنقولش للناس ما تبقاش غيرانه على فريقها وعايزاه يبقى افضل، ده طبعا حق كل مشجع اهلاوي، ولكن لازم يكون الانتقادات في محلها، ولازم يكون النقد بناء، ولازم يكون في وقت نبقى عارفين النقد ده هيجي بالعكس. فلازم يكون الحقيقه الجمهور داعم قوي للفريق الفتره دي، ما يبقاش في كلام كتير على انه لا الماتش ده فايلر بيعمل ايه ومش بيعمل ايه. خلاص اللي باقي من الدوري من حق المدير الفني ان هو يجرب، من حق المدير الفني ان هو يختار التشكيل المثالي اللي هيلعب بيه مباراه الوداد، لانها مباراه مش سهله. احنا حسبنا الدوري قبل نهاية الدوري بسبع جولات، فخلاص الفترة اللي جاية دي من حقنا ان احنا نجرب ونشوف ايه التشكيل الامثل. فيعني فكرة الضغط لازم تقل شوية على اللعيبة. هو انا بيتهيألي كمان يا سارة بالنسبة للعيبة، انت بتتكلمي على الجمهور والجمهور اعتقد مدرك لده بشكل كبير، لكن كمان اللعيبة اعتقد الفترة اللي جاية عندها مساحة بقى تطمن جمهورها على الفرقة. يعني كنت لسه بتكلم وبقول في البداية انه لعيب الكرة ما بيلعب بدون ضغوط، بيلعب بأريحية كبيرة جدا وبيظهر بمستوى مفترض انه يعبر عن نفسه فيه. فبيتهيألي واحنا بنتكلم على بطوله محسومه، واحنا بنتكلم على انجازات كتير جدا قدمها الفريق السيزون ده في الدوري، اعتقد انه بدون حسابات النقطه وبدون حسابات المراكز، اللعيبه كمان مفروض انها ان شاء الله تقدم لنا كوره تطمن جمهور الاهلي على مشوارنا في افريقيا، وفرصه للجهاز يجرب، فرصه للعيبه انها تبقى مرتاحه. متهيألي من ابتداء من ماتش مصر بكره اعتقد هنشوف بقى كوره ممتعه، يعني خلاص ما مش هممنا قوي فكره حسابات النقط والماتشات اللي جايه، عايزين نكسب بس الاهم بالنسبه للجمهور نشوف عروض ممتعه، نشوف اداء قوي من رجاله الاهلي. النهارده الحقيقه الفريق رجع مره ثانيه بعد يعني توقف استمر 24 ساعه، راحه بعد حسم الدوري وبعد مباراه المقصه. النهارده الفريق رجع يتمرن مره ثانيه بشكل طبيعي، قدم ران الصبح النهارده بعد الراحه اللي استمرت لمده 24 ساعه زي ما قلت لحضراتكم. يمكن الحقيقه الفريق كل تركيزه برضو يعني ماشيين خطوه بخطوه، واعتقد من اللحظه دي هنبني كده زي ما بيتبني الليجو، هنبني بقى في الفتره اللي جايه على حاجات كتير جدا، شغل فني وشغل بدني، تجربه لاعبين، محاوله ان اللعيبه تدخل فورمه، عندنا الشحات رجع بس لسه طبعا ما دخلش، عندنا كهربا نزل ماتشين بس برضو ما جاش، يعني فاعتقد اللعيبه دي هتاخد فرصه الفتره اللي جايه، ونتمنى ان شاء الله ان هم قبل النهائي او قبل ماتش قبل النهائي يبقوا ان شاء الله جاهزين.